السلام عليكم ورحمة الله البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة بنينة بزاف، على بالي بلي راح تعجبكم وراح تجربوها وتفرحوا بها كامل. اليوم يا البنات جبت لكم بنيون سنيوة، اقتصادي وبنين بزاف وسهل التحضير. ثمثم تحضريه، المقادير موجودة في كل بيت، ويلا مع بعض على بركة الله في الوصفة وطريقة التحضير. في البداية يا البنات، بالنسبة للبسكوي انا عندي كروكي فضل لي في اخر الاسبوع، رحيته تبعي معايا مليح، رحيته وحمصته في الفرن حتى نشف تماما باش يخرج لي البنيون تاعي مقرمش. وانت اذا ما كانش عندك تقدري تشري علبه بسكوي او اثنين علب حسب ما تحقي والكيله اللي راح تستعمليها. لاحظي معايا عندي 6 كيلات بسكوي، طبيعة الحال يكون مطحون. البنات اذا كان عندكم مسكوتشو او كيك ثاني تقدروا ترحيوه وتنشفوه مليح في الفرن، تحمصوه وتستعملوه عادي. المهم تبعي فقط المقادير وطريقة التحضير. عندي 3 كيلات بسكوي كما قلت لكم، عندي كيلة كاوكاو محمص ومطحون خشين، عندي كيلة جلجلان محمص مليح. باش نقصوا الحلاوه يا البنات راح نديروا 2 ملاعق كبار كاكاو بني، لازم نختاروا النوعيه الجيده. وكيفاه نعرفوه؟ كي نلقاوه رطب مليح ونشموه تكون فيه ريحه الشوكولا. نخلط بالملعقه كما راكي تشوفي، كما تقدري تضيفي مكسرات اخرى، بندق، جوز، لوز، كما تقدري تضيفي حلوه الترك راح تعطيها بنه اكثر. لاحظي هنا يا البنات ما ساعدنيش انا هذا البول، راح ندير هنا كما راكي تلاحظي باش تشوفوا مليح وتكون الطريقه واضحه. لاحظي معايا نخلط كلش بيدي، لازم كامل المقادير اللي درتهم يتخلطوا مع بعض، ثم نضيف الشوكولا تعطيني. البنات بالنسبه للشوكولا كاين بزاف انواع، اختاروا ذوق اللي يعجبكم والماركه يعني اللي تحبوها اللي تفضلوها، او اذا كانت عندك في البيت ما تكلفيش راحك، فقط ضيفي الشوكولا تعطيني اللي عندك في البيت. هنا راح نضيف 3 ملاعق في البدايه ونضيف كميه من المعجون كما راكي تلاحظي. هنا يا البنات مانيش راح نضيف لها الدهون، يعني مانيش راح نضيف لها لا زبده ولا ماكارين. اذا حبيتي تضيفي لها حوالي ملعقتين كبار ذوبيهم فقط وخلطيهم. لاحظي هنا نخلط بالملعقه ثم نخلط بيدي. البنات للمرة الثانية راح نبدل البلا لأنه عندي كمية كبيرة، ونحوس نخلط مليح حتى تندمج المكونات ويتلم معايا الخليط ويكون متماسك. انت إذا كان عندك كمية قليلة تقدري فقط في البول تخلطيها. لاحظي معايا هنا ندير ملعقة شوكولا تعطيني وملعقة معجون ونخلط. اذا ما تلمتش نضيف في كل مره حتى تتلم معايا وتكون متماسكه. لاحظي هنا تحصلت على القوام اللي نحوس عليه، خلاص نقدر نشكلها بولات او كريات. لاحظي بالنسبه للشكل البنات انا حطيته كامل في بلا واحد كما راكي تلاحظي، لاني حوس نقطعه فقط ما كانش عندي الوقت باش نديره في الليمول. انت تقدري ديريه في الليمول تاع السيليكون، كاين انواع واشكال ليمول تاع السيليكون، اختاري اللي يعجبك. كاين على شكل وردات، قلوب، مستطيلات، مثلثات، اختاري اللي يعجبك. كما تقدري تكوريهم فقط ديرهم على شكل كريات وتقلاصيهم بالشوكولا، والله يجي الشكل تاعهم جميل. لاحظوا معايا البنات انا حبيت نضيف انصاص من حبات الكاوكاو. انت اذا حبيتي ديري جوز مهروس شويه كونكاسي، يعني اذا حبيتي ديري بندق لك الاختيار. اذا ما كانش عندك متوفر مكسرات تقدري تخليها كما هي، فقط ذوبي الشوكولا وتقلصيها. انا حبيت ندير فقط طبقه رقيقه لاني ما حبيتهاش تجيني حلوه بزاف من الشوكولا. لاحظي درت طبقه رقيقه فقط. انت اذا حبيتي تكون طبقه خشينه ديري حوالي 200 غرام شوكولا نوار او شوكولا بالحليب، ذوبيها في حمام مائي وفرغيها كما راكي تلاحظي. نخليها تقلاص مليح وراح نزينها تزيين اقتصادي وسهل وجميل جدا. لاحظي معايا
زي تقدري تزينيها كيما نيا او ديري عليها مكسرات او تخليها كيما راهي بالشوكولا فقط. والله يا البنات الوصفة بنينة بزاف واقتصادية، واكيد راح تعجبكم وتعجب كامل العائلة. فقط تجربيها وتبعي المقادير وما تقيديش بالمقادير اللي حطيت لك انا، المقادير اللي عندك في البيت ديريهم. لاحظي معايا هنا راح نقطع لكم بعد ما تقلعسات كامل ونشفت الشيكولا تماما، لاحظي نقطع لكم وتشوفوا القوام تاعها راهي عالية وبنينة ومقرمشة ما شاء الله. البنات تقدروا تحضروها لضيافكم، تقدروا تحضروها في المناسبات في الأعياد، لما لا في شهر رمضان للسهرة. والله بنينة بزاف وراني متأكدة باللي راح تنجح معكم وتعجبكم وتعتمدوا الوصفة، خاصة البنات مع الكروكي اللي طحنتو أو الكيك إذا كان عندك فاضل ومحبوش الأولاد يتناولوه، تقدري فقط ترحيه وتحمصيه وتوجدي به هذا البنيون. لاحظي معايا راهي عالية وشكلها جميل جدا وراقي، والله ما شاء الله. البنات راني نعاود لكم ونأكد لكم البنيون راهو مقرمش ماشي معجن، وسر القرمشة يا البنات في الكروكي اللي حمصتو رحيتو حمصتو في الفرن. نتمنى تبعوا هذه الطريقة، والله رايحين تنجحوا فيها وتفرحوا به وتعتمدوه. والآن ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام.